طب دكتور، انا بشوف ناس الفتره دي بيلبسوا الكمامه وكل حاجه، بس لما بيلاقوا نفسهم في مكان لوحدهم او بعيد عن الاختلاط بالناس بيحطوها كده عند دقنهم كان هم هيرجعوا يلبسوها تاني. تمام، هل الموضوع ده صح ولا غلط؟ ده النقطه اللي كنت هتكلم فيها، ان لبس الكمامه كمان يا نوران ليه اصول. ليه اصول في طريقه لبسها وفي طريقه استخدامها وطريقه التخلص منها. لو انا ما اتبعتش الاصول دي يبقى قلتها احسن. بل بالعكس هتسبب ضرر اكتر. ما ينفعش انا احطها عند دقني وارجع احطها عند بقي وامسكها بايدي وانا ايدي مش نظيفه واحطها بعد كده. انا كذا مره الفتره اللي فاتت صورت كمامات مرميه في الشارع وعلى مداخل العمارات بعدد مش قليل يعني. ده اسلوب مش صح ابدا. لا يا سيدي بلاش منها افضل. لكن تحطها على بقك وتطلع منها الرذاذ، تطلع عليها رذاذ وبعد كده ترميها في الشارع، ممكن طفل صغير يلعب بيها، مش ده وارد؟ مظبوط، وارد. بتاع اللي بيرمي، اللي بيشيل القمامه، مش انا اراعي اللي بيشيل القمامه من الشارع، العامل المحترم اللي بيشيل القمامه، ان انا اراعيه واراعي صحته واراعي اسرته بان انا احميه من ان ارمي له كمامه في الشارع او جوانتي مش نظيف. فده طبعا سلوك مش كويس. الكمامه ليها اصول في اللبس. لو انت تضرب لي مثل ببره بيلبسوا، هم بره متعودين على سلوكيات معينه واخدين عليها، وممكن تكون هم بيعرفوا ازاي يتخلصوا من الحاجات دي بشكل كويس وافضل. طب دكتور، يعني البس الكمامه قد ايه؟ يعني مثلا عدد ساعات لبس الكمامه والتخلص منها وان انا البس كمامه ثانيه قد ايه؟ والبوانت نفس الكلام. كل نوع من الكمامات بيبقى ليه عدد ساعات معين. يعني الكمامه العاديه اللي هي زي بتاعه اللي بيجيبها من الصيدليه الرخيصه دي، دي المفروض انها مثلا لحد ثلاث ساعات مثلا، من ثلاث لاربع ساعات بستخدمها، ما اقدرش استخدمها اكتر من كده. الكمامه لا، كل ما بقت ماده الصنع بتاعتها اعلى، اللي هي اللي بيقولوا عليها ان 95 دي لا بتوصل لحد 7-8 ساعات انت لابسها مش مشكله. فطريقه التخلص منها المفروض في طريقه معينه جدا بيجيبوها في كويسه جدا بيجيبوها في التلفزيون، انك تقصها حتت صغيره تحطها في كيس بلاستيك وترميها علشان ما حدش يستخدمها تاني. بالظبط، ضمنت ان ما حدش هيجي عندها تاني يستخدمها، ولا ضمنت انه ايه، انه حتى اللي هيشيلها في القمامه ويوسط القمامه مش هيتاذي لو هم بيعملوا عمليه فرزه او حاجه. فهي مقصوصه ومتخلص منها. يا سيدي ما عندكش مقص في جيبك ولا حاجه، كيس صغير يحطها فيه ويرميها جوه الباسكت